السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. هذا الشيء اللي قال لي واحد الصديق ديالي جا للمغرب من السويد، يعني وكيهضر معايا كنبارك له العيد وداك الشيء إلى آخره، وبدا يبكي وقال لك هذه آخر مرة غادي نزطم في هذا المغرب، ناقص منه إلى أنا ظنيت راه تكرفصوا عليه في الديوانة ولا ما نعرف، ولا راه من تما راه شنو جايب الساعة. المشكلة ماشي هي هذيك، المشكلة أن هذاك الانشقاق الأسري والتفكك الأسري اللي ولا عندنا في البلاد ديالنا عموما. مالو هاد السيد هذا؟ قال لك غير مع العائلة ديالو، عنده شي 3 4 خوات وهكا إلى آخره، هو شي 10 سنين وفي السويد، المهم إلى آخره، سنين وسنين هو كيصيفط لهم ويتهلا فيهم في الأعياد في المناسبات إلى آخره. مؤخرا هذه 2 عامين تزوج ولد، ما بقاش كيصيفط لان الكرا ومصاريف وكذا والى اخره، يعني داف راسو ومراتو وليداتو، يعني ما بقاش كيتهلا فيهم كيما شحال هادي، وهما مجوجين ووالدين ولادهم في المدرسه، هو يلا تزوج واكتشف شي اشياء خبيثه وخطيره جدا. قال لك النهار اللي جيت دابا للمغرب، يعني كان عيط التليفون الاخر كيهضر معايا ببروده، نهار العيد ما جاوش لعندي، كتمشي كتلقى بنادم ميك عليك ما داهش فيك، بينما شحال هادي ديما الواتساب والتليفونات والمسقسيه وكيداير انت ولاباس. علاش؟ حيت كنت كنصيفط ليهم الفلوس، ملي ولات عندي مصاريف ومسؤوليه وما بقيتش كنصيفط ليهم الفلوس، ما بقاوش دوك الخوت اللي كنعرفهم، ما بقاش داك الدم واللحم وحبيبنا وخانا والى ذلك. هاد الشيء طلع عليه الدم ودابا كيحلف كيقول لك هذه اخر مره غادي نجي فيها للمغرب. السلام يا ربي، حنا في المغرب ما لاش نواقع لينا، راه ما خصناش، ما ناقصناش الماكولات والمشروبات والحلويات والروينه، اللي ناقصنا هو داك الشيء العاطفه، التآزر والتآسر وصله الرحم والى اخره، هاد الجفاف العاطفي هو اللي ناقصنا، اما الخيرات موجوده. ما معنى ان الانسان يجي البلاد ديالو باش يزورها كيلقى كل شيء مقلوب عليه؟ علاش؟ حين تزوج ودار ولادو وما بقاش كيصيفط ليهم، وهما ما خصهم حتى شي خير. اقبح من هذا، تصوروا شنو قال لي واحد الهضره مره، ما تدخلش للبال، يعني راه تسطيه والحماقة عباد الله. قال لك اكتشفت ان ملي كنت كنهضر معاهم على الزواج وداك الشيء، ديما كيعاودوا لي القصص ديال فلان مشى للمحكمه، فلان طلق، فلان مشى للحبس على النفقه، يعني بحال اللي كيخلعوني ما نتزوجش باش نبقى غير خدام عليهم ونصيفط ليهم دائما في المناسبه. تصوروا لهذا الدرجه بلغ بالخبط المغاربه ضد خوتهم، يعني ما كرهوش ما يتزوجش باش يبقى ديما محلابه وبقره حالوب ان يحلبوا فيه ارا من تما صيفط لينا. تصور، يعني قال لك تصدم 10 سنين هو كيضحكوا معاه ويفرنسوا معاه وخويا الى اخره وتصوروا معاه، ولكن النهار اللي تزوج ولات عنده مصاريف ما بقاش خوهم، ومن اللي جا في العيد بحال اللي قال لك ماشي خوتي، كل شيء قلب عليا، كل شيء، حتى واحد ما دافيا، كارثه عظمى. يعني هذا الشيء اللي كنشوفوه وهذا الشيء راه واقع، كل شيء كيعرف هذه المسائل هذه، الكل يعلم هذه المصائب اللي عاش فيها المجتمع دابا بحكم ابتعادنا على الدين، ولينا ماركسيين. تخيلوا معايا ما معنى ولينا ماركسيين، ولا الاب الروحي ديالنا هو كارل ماركس، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الله سبحانه وتعالى خلق الرحيم من الرحمه ديالو، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ليس الواصل بالمكافئ، يعني الواصل بالمكافئ المعنى بنادم الا جا عندك ومشيتي عنده راه ماشي صله الرحم، الصله راه هو ملي كتمشي عنده هو ما يجيش، وانت تمشي عنده هو ما يجيش، هذيك هي صله الرحم. هذاك الشيء علاش قال لك توصلها بحال الحبل ملي كيكون مقطع وكتحزمه وتقادو، هذيك كتسمى وصلته، كذلك صله الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ هو جا عندي انا كنمشي عنده، ما جاش عندي ما نمشيش عنده، هذه راه ماشي صله الرحم. هذا بين قوسين، يعني اصبحنا ماركسيين في العقيده، ماشي العقيده ديالنا هي داكشي اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحال اش ماركسيين يساريين، نصلي ونصوموا ونطوفوا بالكعبه، ولكن الافكار ديالنا والتصرفات ديالنا ماركسيه يساريه علمانيه، الماده هي سيده الموقف، اذا زاد الدينار زدنا، واذا نقص الدينار نقصنا. كيصيفط لي الفلوس وداك الشيء راه خويا وحبيبي، ونسول فيه ونقول لهم مبروك العيد، ما بقاش كيصيفط ما بيني ما بينه، من عرفه ما يعرفني. الماركسيه اليساريه هي سيده الموقف، رغم اننا نصلي ونصوم ونحج، والله يغفر لنا والله يحفظ والله يرزق السلامه، لما نلقاوش هاد الاعمال اللي كنقوموا بها مضروبه على وجهنا يوم القيامه.
ان النبي صلى الله عليه وسلم القران عموما كيقول لك انما المؤمنون اخوه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ياك، ولكن حنا المشكله ديالنا كنمشيو على المذهب ديال ماركس. اشناهو ماركس؟ كتعرفوه في الاقتصاد ديالو، في الكتاب ديالو شنو كيقول في المقدمه، المصالح الاقتصاديه هي التي تحدد علاقات الناس بعضهم ببعض. بمعنى ان بنادم اللي ما عندكش فيه المصلحه وما عندك فيه ربح، ما عندك ما دير به، ما ديرو صاحبك، ما تسلم عليه، ما تجلس معاه في قهوه. ركزوا مزيان شنو كيقول ماركس، المصالح الماديه هي التي تحدد علاقات الناس بعضهم ببعض. فالناس كيتعرفوا على بعضياتهم من اجل المصلحه فقط. كاين شي خبيز، كاين شي مرقه، كاين شي جميله، رانا خوك وصاحبك وما كاين حتى شي مشكل، ما كاينش هاد المصلحه، ما كاين من وراك ارباح، ما نعرفك ما تعرفني، واخا تكون انت هو الولي الصالح في هاد الدنيا. هذا الشيء هو الواقع، هذا هو اللي كاين. ولكن واش الاسلام كيقول هكا؟ الاسلام كيقول لك المحبه في الله، انما المؤمنون إخوة، يعني الأخوة خصها تكون في الله والمحبة في الله. علاش نحبوا بعضياتنا ونبغيوا بعضياتنا؟ لأننا مسلمون ونؤمن بالله واليوم الآخر ونتجهوا لنفس القبلة ونفس الهدف ونفس اللغة ونفس الثقافة ونفس الأخلاق. يعني المحبة خصها تكون مبنية على هاد الأسس. هكا كيوري الإسلام والدين. ولكن الواقع دابا أصبح العكس، أن يصلي ويصوم ويطوف بالكعبة، ولكن فلان ما عندوش به علاقة إلا ما كان فيه ربح، إلا ما كان فيه مرقة ما عنده ما يدير به. بالعكس، ولا كانت فيه المرقة هو معاه، ولا تنقصت المرقة صار ما بقى عنده ما يدير به. إذا زاد الدينار وزدنا، وإذا نقص الدينار ونقصنا. يعني بهذه الكارثة اللي كنعيشوها، يعني ما بقى فيه إلا عوير وزوير، واللي ما فيه خير الله يرزق السلامة. مع الأسف الشديد الصديق الكريم يعني أسفني بزاف على هاد الشيء اللي كيقول لك، يعني اخر زطمه غادي يزطم في المغرب، مالو كان كيصيفط الخوتوم اللي تشغل ولات عنده مصاريف، ما بقاش قادر يصيفط عليهم، صافي يعني صافي، ما بقى عندهم ما يديروا به، ما بقاش كيضحكوا معاه، ما بقاوش كيتواصلوا معاه، ما بقاوش كيسولوا فيه، ما بقاش خوهم، صافي حيد الاورو، حيد، ما بقيتيش خونا. ونعوذ بالله من سوء المنقلب. راه ما خصناش نبقاو ماركسيين يسارين، خصنا نرجعوا للدين ديالنا، وما يبقاش الشعار ديالنا المصلحه هي التي تحدد علاقات الناس بعضهم ببعض. يعني احنا راه مسلمين في الظاهر وفي المظهر، ولكن في الواقع والتصرفات ماركسيين يساريين تلاحيد علمانيين غلمانيين قرويدين. ونعوذ بالله من سوء المنقلب. يعني الله يرزق السلامه. دابا هادو خوت شقاق. انا غير سولت واش ياك خوتك من باك ولا من موك ولا من خالتك ولا ملقطين، يعني كان قال لك خوتي شقاق، ام وحده واب واحد. يعني تصور شنو قال لي، قال لي وعيالاتهم، عيالاتهم كنت كنجيب لهم الكادوات وداك الشيء، وكيسولوا بيا فيا بالواتساب، وكداير خويا وحبيبي ولاباس، كيدايرين مع البرد، كيدايرين مع الثلج. قال لك لا دي باعت، ما بقيتش كنصيفط، دوك عيالاتهم ما بقاوش كيعقلوا عليا. بحال قال لك يعني البرود التام الشامل، يعني اشياء لا يقبلها العقل. يعني الناس ولاو مصلح جايين، المصلحة سيدة الموقف. يعني الناس قطعوا يدهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. أرجو أن تكون الفكرة واضحة، واللي عنده شي تعليق يخلي لينا، ونحاول نتوب ونرجعوا لله ونرجعوا للدين ديالنا، وما نبقوش ماركسيين ملاحدة في التصرفات ديالنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.